والحاجات ده يا حبيبتي؟ لا بقول لك ايه يا علي، مش كل اسبوع نيجي نشتري حاجه البت سم بدني كده؟ مش كفايه ان احنا بنتسوق في اولاد شعبان؟ ماله اولاد شعبان؟ ما عندي كل حاجه وبرخص الاسعار. كذاب كذاب، ده انت هتتشوي بسبب كذبك ده. وعندك واحد اتنين مسحوق غسيل واحد ب120 والتاني ب135. مسحيق الغسيل غليت قوي يا حبيبتي، ما كفايه واحد. لا يا علي، في واحد للهدوم البيضاء وواحد للالوان، وفي كمان واحد نزل للابيض واسود. للابيض واسود. لا كده اوفر، كده كتيره، ممكن اجيب كل الحاجه وامشي دلوقتي. حلو الكلام ده قوي، اضحك تاني. اضحك اضحك، سيبه يضحك واروح انا بقى اعمل شوبينج في السوبر ماركت من اللي في المولات. ها وانت عارف بقى دول اسعارهم عامله ازاي. لا عيط يا شعبان عيط. لا مش هعيط، هضحك. وعندك واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة شامبو. طب وليه الشامبوات دي كلها؟ هو الشامبوات برضو فيها شعر أبيض وألوان؟ لا يا علي، بس فيها شعر حرير على الخدود يهفف زي شعري كده، وفي شعرك. أنا مش عايز شامبوات خالص، أنا هغسل شعري بصابون غسيل. ماله النابلسي؟ حلو قوي النابلسي، مغذي يا علي، خلاص شيل دي وخلي الباقي. طب وليه ده كله؟ يا علي في واحد ضد القشرة، في ضد المية، ضد النار، ضد الحشرة، ضد الفار. واللي بيشتري راجل حمار. بس يا علي بطل هزار بجد والله العظيم، الباقي دول عشان العيال. يلا افصل بقى الاكل لوحده وحاجة التنظيف لوحدها والشامبوات لوحدها. في ايه يا شعبان، بتحط البايروسول مع الاكل؟ عايز تموتنا؟ يا ريت. في ايه يا علي، ايه اللي انت بتعمله ده؟ بطل حركات العيال الصغيرة دي، مش ممكن كده. بص بقى العرض ده ما يتفوتش، 4 علب جبنة عليهم علبة هدية. يعني هنشتري 6 علب عشان عاوزين علبتين؟ في ايه يا علي، مش هيخسروا يا حبيبي، وبعدين هنبقى وفرنا 8 علبتين. هنبقى وفرنا 8 علبتين ولا اشترينا 6 علب زياده؟ احنا كل اللي عاوزينه العلبه الهديه. مش هيخسروا يا علي، الجبنه من الضروريات. والله العظيم يا استاذ علي، الست انجي دي اكتر ست موفره وحريصه. ومعانا 1 2 3 4. النبي علبه الشوكولاته اللي فوق دي اللي انت ضربتها. ايوه عيب يا علي كده عيب. 5 5 شكلك لك ليطة. لا موفرة وحريصة. طب والشوكولاتة من الضروريات برضو يا انجي؟ لا يا علي، بس عليها عرض ما يتفوتش. ما يتفوتش خالص. طب وانا هشيل كل ده لوحدي؟ لا اطلع انت والست انجي معززين مكرمين، وانا هخلي الولا حودة ينقل لكم الحاجات دي على 10 نقلات، بس كل نقلة بقى تبقى تدفع تمنها لمؤاخذة. ليه؟ هو كده حملته شنطتين في الطلعة. لا انا حملتي 10 شرط في الطلعة. يلا عبي يا ماما معايا عبي. حاضر يا علي. انا مش عارف كده هبتدي الشهر ازاي، ده انا حتى ما معيش فلوس البنزين. ما تقلقش هنوفر فلوس البنزين وابقى اوصلك كل يوم في عربيتي. ده على اساس ان عربيتك بتمشي بالكهرباء. وايه ده، الحفاضات بتاعت عمر غليت قوي كده ليه؟ كل ده عشان يعمل ايه؟ ايوه كل ده علشان ايه يا علي؟ من الشهر الجاي مفيش حفاضات. نعم امال الوادي ايه فين يا علي؟ الحفاضات من الضروريات. وانقاذ مرتبي من اهم الضروريات يا انجي. ما تعلم ابنك يدخل الحمام عادي بقى. يا سلام، مش لما يتعلم يمشي الاول؟ خلاص لبسيه كفوله. ايه بتقول؟ ايه كفوله؟ احسن واضمن وارخص. يخرب بيتك، انت جبت الكلمه دي منين اصلا؟ كفوله دي بالتراث يا علي. حبيبتي الكفولة كلنا لبسناها واحنا صغيرين. ايوه احنا فعلا لبسناها واحنا صغيرين، بس ذنبه ايه الواد الغلبان ده يلبسها هو كمان؟ يا حبيبي يا حبيبي، انت عايز الواد يتسلخ زي ما تسلخت وتهريت وانت صغير؟ يعني مش ممكن الواد يتعقد كده، يعني كل اصحابه يبقوا لابسين حفاضات عليها ميمي وتوتو ولولو وانت تلبسه كفولة؟ كفولة يا علي؟ سلام، يعني انا لازم اشتغل ويطلع عيني عشان الواد يلبس كيكي وميمي وتوتو وسوسو؟ مش عارف اعمل ايه، انا بقيت لما باجي اشتري حاجه بحس ان انا ركبت آلة الزمن وبشتري من المستقبل. ايه الاسعار دي؟ معاك حق يا علي. الحمد لله، يعني اقتنعت يا حبيبتي؟ اقتنعت ان احنا نقلل في المصاريف؟ لا يا حبيبي اطلاقا، انا اقتنعت ان انت لازم تشتغل شغلانه تانية بعد الظهر علشان مرتبك. على مرتبي
تلات الجمعيات اللي انا عاملاهم، على اللي انت بتاخده من امك، على اللي انا باخده من ابويا، ما بيكفيش يا علي. على اليوم اللي شفت فيه، على اليوم اللي خلفت فيه، انا كان مالي ومالي بدوري. احنا كل حاجه هنرميها على الحكومه؟ مش معقول كده يا جماعه. الحل الوحيد للقضاء على الغلاء في ايد الست المصريه. واحده واقفه في المطبخ بتقور محشي وسمعاني تقول لي ازاي؟ اقول لك انا ازاي؟ مش الست هي مدبره المنزل؟ يبقى هي المسؤوله عن تدبير احتياجات البيت حسب دخل جوزها. ولو كل واحده دبرت بيتها ازمه مصر الاقتصاديه هتتحل. الست المصرية يا سادة هي اللي تقدر تواجه جشع التجار. واحدة نايمة على الانتريه تسألني ازاي؟ أقولك في الأول اتعيد لي كده وقومي عودي كويس وانتي بتكلمين. لو كل واحدة بطلت تجيب الحاجات اللي ملهاش لازمة، وانا وانتي ستات وفاهمين بعض كويس، هنوفر كتير. يعني مش لازم 500 جنيه نرغي بيهم كل شهر في التليفون عشان تعرفي سلفتك قالت ايه لحماتك وهي بتتخنق معي. اتلمي. طيب، واحدة قاعدة مركزة معايا من أول الحلقة وعايزة تعرف تعمل إيه عشان تواجه الأزمة الاقتصادية. أقولك، التجار غلوا الفراخ، يبقى مش لازم فراخ. فاكرين لما كان في إنفلونزا طيور وبطلنا ناكل فراخ؟ اعتبر يا ستي الفراخ جالها إنفلونزا. وطبعاً مش لازم سندوتشات الجبنة الرومي، مالها الجبنة البيضة؟ مالها القريش؟ أهو بالمرة تعملي رجيم. ومن هنا أنا بطلق هاشتاج كيف تواجه الحسناء موجة الغلاء. عايزين أفكاركم واقتراحاتكم. ومعانا أول تليفون. ألو؟ ألو؟ أيوة، مين معايا؟ أيوة أستاذة إنجي، أنا أحمد من كفر الشيخ. معلش أنا متلخبط إن شاء الله، أول مرة أعمل مداخلة. والله أنا بحيي حضرتك على فكرتك الجريئة دي، وبضم صوتي لصوتك. فعلا الحسناء هي اللي تقدر تواجه الغلاء في الزمن اللي احنا فيه ده. الى جانب بقى القفة ام ودنين نشيلها كلها مع بعض، ما يجراش حاجة يعني. شكرا شكرا يا استاذ قفة. شكرا يا استاذ احمد، شكرا لحضرتك. ومعانا مكالمة تانية الاستاذة منى. الو. انا بحبك قوي يا استاذة انجي، وبتفرج عليكي كل يوم انا والاولاد. ربنا يخليكي، مرسي. طيب عايزة اعرف ايه رأيك في موضوع حلقة النهاردة، وكيف تواجه الحسناء موجة الغلاء؟ هو أنا هيبقى ليه رأي بعد رأيك؟ أنا بس بتصل عشان أقولك أني بحبك قوي، وبشكر فريق الإعداد. متشكرة ليكي جداً، العفو، أنت نورتينا باتصالك. معانا اتصال تاني، غادة. ألو؟ هلو؟ أيوة؟ بصراحة بقى أنا شايفيكي بتطبلي للحكومة وخلاص، وبتقولي كلام أنت ما بتعملهوش. واحدة زيك بتقبض قد كده وتلاقي جوزك مستتك وبيجيبلك كل اللي نفسك فيه كمان. ده أنت أكتر حاجة بتحبيها الفراخ الدكر. إيه ده؟ انت عرفتي منين؟ توقعت، انا توقعت. وبعدين ما تغيريش الموضوع، انت لازم تنفذي كل اللي بتقوليه للناس. انا على فكرة كنت بقول الكلام ده لنفسي قبل اي حد، وده اللي خلاني اختار الموضوع ده لحلقة النهاردة. يعني قلت ابتدي بنفسي. معانا اتصال جديد. الو. أنا خايف إنجي تكون عرفت صوتي. مستحيل، ده أنا لولا إني قاعد جنبك كنت صدقت إنك غادة. بس برافو عليك، حرقت دمها صح. أنا طول عمري أحب أعمل الخير. عمالة تشتغل في الناس وتقول لهم يبطلوا يشتروا، وهي مطلعة عين اللي جابوني طلبات. يعني أنا أقنعتك؟ أستاذ. أنا أستاذ وأنت صديقي علي. هلاي، زيك، فين يا علي؟ ألا لابو. يا كويني يا علي. ألا لابو. يا نسيني يا علي. ألا لابو. علي علي. بقول لكم إيه، أنتوا لازم تساعدوني علشان ألاقي أفكار جديدة للهاشتاج بتاعي، حسناء تواجه الغلاء. أنا لازم أكمل الحملة بتاعتي. على فكرة إنجي، أنا مش معاكي خالص يا حبيبتي.
انا متعتي بالحياه بقى ان انا اخلي سمير يصرف عليا، ببقى في قمه سعادتي لما احس ان انا اشوطته. حاسه بيكي والله، هو ده هدف كل ست انها تقشوط الراجل. حاسه بيكي، بس انا مش بقول ان احنا هنوفر لهم يعني. طبعا طبعا يا انجي، هي ستي فينا ايه غير شويه فلوس تبعزقها ومكياجات تدلعها وشربات تقطعها ونضارات تلبسها وتقلعها؟ ايوه، والفواتير تيجي هوبا تغرقها. يا ستي انا مش بقول كده، مش بقول ان احنا هنوفر الفلوس ونديها للرجاله، بالعكس دي هنخليها لينا احنا في الاخر. معلش يا انجي، بس انا برضو متعتي في الحياه اني ادوخ شريف كده ورايا في المولات وانا بشتري الطلبات، واسحله بقى في المحلات واحيره وانا بنقي البلوزات، وفي الاخر يدوخ مني ويلزق في ازاز الفاترينات. يا حبيبتي انا ما بقولش اي حاجه، ان شاء الله حتى تسيحيه خمسينات وعشرينات وجنيهات، ما فيش مشكله يا حبيبتي. المشكله ان انت ممكن تعملي كل ده من غير ما تدفعي قرديحي، خليه يلف يلف لحد ما رجليه تفقفق، وبعد كده هتحسي بمتعه.